تعاني ساكنة حي الوراردة التابعة لمنطقة العريصة من ندرة شديدة للمياه الصالحة للشرب في ظل غياب شبكة توزيع هذه المادة الحيوية داخل المنازل، الأمر الذي يندر الساكنة في الدخول في أزمة عطش حادة، الأمر الذي جعلهم أيضا يخرجون للاحتجاج أمام بلدية آسفي عدة مرات دون استجابة لمطالبهم. لذلك كاميرا آسفي جود انتقلت إلى عين المكان لتنقل لكم معاناة الساكنة. دفع العطش وندرة المياه ساكنة حي الوراردة التابعة لمنطقة العريصة إلى الخروج في مظاهرات تطالب من خلالها بإيجاد حل لهذه الأزمة المستفحلة التي تعيشها المنطقة منذ سنوات، في ظل غياب تام لشبكات تزويد الماء الصالح للشرب داخل المنازل. سكان مغلوب على حالهم، همهم الوحيد الخروج يوميا للبحث عن الماء من أجل قضاء حاجياتهم اليومية، بحيث لا يمكن الاستغناء على هذه المادة الحيوية في حياتنا اليومية. اما الماء ديال الزنقه كيستغلوه شي دراري، مره كيعطوه لينا ونخلصوهم، مره ما كيبغوش يعطونا. حنا بغينا المخزن يعطينا الماء في الدار ونولوا نخلصوا الماء المخزن. اما الماء ديال الزنقه رانا ضيفيه على الفوضى وفيه تضيع بزاف. خويا قضيه الماء هنا الناس مقهوره فيه بزاف، المصاريف ديالو كتكون كثيره، والناس هما كيطالبوا بهذا الشيء ديال الماء والواد الحار، هذا الشيء اللي كيطالبوا. خوتي هذه الساكنه هذه شي الف ديال الساكنه هنا كتعاني من المشكل ديال السقايه، وعندنا عوينه وحده وعليها البريس عليها الضغط، والمشكل ما فيهاش البريسيو بزاف، ودابا راه جايه العواشر والعيد الكبير والناس الله ما عندها الماء. ها انت كتشوف انا ساقيها جوج بيدول، والناس راه مضروره بزاف وشحال هما كيماطلوا فينا اليوم غدا اليوم غدا، واليوم راه قال لنا غنجيبوا لكم الماء وحنا كنتسناو. ها انت هذه العوينه كي دايره فيها روبيني واحد وما فيهش بريسيو. ضرينا في هذه البلاد حشومه مدينه قد الخلاء اسفي بهذ الطروات بهذ الخيا الفوسفات هالمرسى وعوينه صاحبي حل ترقيعي 14 وما يدو يجيبوا فينا اليوم غدا اليوم غدا، ما كاينش ميزانيه لا ما كاينش تيو. ورا دابا قدامك انتم ما حضرتوا كصحافه وشفتوا بعينيكم، دابا قدامكم غيوقع دابا مشادات، دابا كانوا بيتخاصموا جوج الناس علاش؟ علما راه نتخاصم على الماء اليوم وغنعمر وغدا نتخاصم معاك، والحل ساهل وبسيط. حنا قلنا لهم عطونا الماء في ديورنا، ولكن شي مبلغ حنا واخا تكون كريدي نتسلفوا ونتكلفوا، ودخلنا الماء والواد الحار المالك تاع البلاد محمد سيش قال لهم اعاد الهيكله، وهاد الناس راه ما كيديروا على الويم راسهم. مني يبغوا انتخابات دقوا على الديور وقفوا معانا، مني هما من ياخذوا غراضهم من الناس الساكنه كتمشي اليوم وغدا وبعد غدا، راه كلشي عنده وليداتو كلشي عنده مخير فينا ما كيتحاولوا عند بشري يقلب على بيت يدير حوالي ولادو ولا غيمشي هو يغوت على الماء. وسهل هذا المطلب ماشي شي حاجه كثيره كنطلبوا حنايا، راه ما بغينا لا خدمه ما كنطلبوا لا خدمه لا والو، خدمه عرفت تفادنا بغينا شغل ديال الماء نشربوها. هاد العوينه دابا حاليا كاينه عقبه بعيده علينا بواحد 600 متر 400 بعيده علينا. جوج مرات وخرجنا غير واحد الفيئه ديال الناس ما خرجتش كامله، لان مع الحجر الصحي ما نقدرش نخرجوا حنا الناس كاملين، خرجنا واحد الفئه باش يكون داك الشيء قانوني. درنا كنطالبوا بالماء، ما كنغوتوا ما كنعايروا ما كنسبوا ما كنقصوا، كنطالبوا بالماء. كما كتشوفوا جيتوا وشتوا عوينه وحده كاينه و800 ساكنه، وحنا دابا مكرفصين في الماء، وهاد الناس ما داروا معنا والو. اليوم غدا غير باش يزيدوا العوينه اللي هي الفوق، وكاينه 600 متر باش نجيبوا بيدوت الماء، خاصنا نضربوا 600 متر على بيدوت الماء. وهاد الناس كنطلبوا منهم يجيبوا لنا عوينه مؤقته بيننا ما يدخلوا لنا الماء للديور والواد الحار، لان كتشوفوا بيننا وبين التجهيز غير شانطي. حنا بغينا الماء والعواشر هادي، وراه ما عندناش الماء في ديورنا، وهاد الناس راه حشومه عليهم راه حقرونا ولا للتهميش. حنا مكرفصين ما عندناش الماء وما عندناش واد الحار، وحنا بغيناش ولادنا يتهمجوا في الدروبه، راه غيولي الماء داي علينا في الزناقي واللي عندنا شي حاجه خايبه. والله ينصر سيدنا، حنا بقينا نطالبوا بالماء وبالواد الحار، لا يعطونا حتى حاجه. حنا ماشي ساكنين في القراويل، حنا ساكنين في الحضاره، وما يمكنش الناس ما يمكنش الحضاره حدانا انتم كتشوفوا وحنا معزولين بحال الدوار ما عندناش الماء. والله ينصر سيدنا، حنا بغينا الماء وبغينا الواد الحار. تزويد الساكنه بالماء الصالح للشرب مطلب يناشده جميع سكان حي الورارده في انتظار الاستجابه لهم من طرف الجهات المسؤوله التي تكتفي لحدود اللحظه بالتفرج على الوضع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب،
وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.